بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سر من أصبحت حقا، حزن من فيك يبكي جده ابن الحسن. يوم شهادة إمامنا الهادي سلام الله عليه، ونحن في دار إمامنا الهادي، في دار إمامنا العسكري، في دار إمامنا المهدي. سر من أصبحت حقا، حزن من فيك يبكي جده ابن الحسن. والله مات يشكو من سموم وإحان الإمام الهادي، مات يشكو من سموم وإحان. قتل الهادي كما الهادي الرسول، أسفي يا ابن البتول، ألمي يا ابن البتول. ها هنا في بيته نحيي المصاب، ها هنا في بيته نحيي المصاب. سر من أصبحت حقا، حزن من فيك يبكي جده ابن الحسن. هو المعزى صاحب العصر والزمان، إمام زماننا. مات يشكو من سموم وإحان، قتل الهادي كما الهادي الرسول، أسفي يا ابن البتول، ألمي يا ابن البتول. والله يا هنا في بيته نحيي المصاب، حيث أمضى العمر قهرا واغتراب. شابك الزهراء في عمر الشباب، شابك الزهراء في عمر الشباب. فاستراحت شمسه عند الأفول، ألمي يا ابن البتول، أسفي يا ابن. بعد خرجت جارية لما مضى من هالمكان هذا، بعد هذا بيت الإمام. خرجت جارية لما مضى، وهي تدعو إماما قد قضى. اليوم يوم المصاب، يوم الفاجعة. خرجت جارية لما مضى، وهي تدعو إماما قد قضى. هاي مثل اليوم، ها مثل اليوم تشيع الإمام طلعت هاي الجارية. خرجت جارية لما مضى، وهي تدعو إماما وإماما وإماما قد قضى. آه وحزني لبنت المرتضى، آه وحزني لبنت المرتضى. أخرجتا كربلا بين الخيول. إمامنا العسكري جارية ما قبل تطلع الصيح، وإماماه وعليا ما رضى. فالشاعر يربط هذا الحدث بكربلاء. خرجت جارية لما مضى، وهي تدعو إماما قد قضى. آه وحزني لبنت المرتضى. أخرجتها كربلاء بين الخيول. بعد يوم مصيبة، يوم فاجعة، احنا اليوم مفجوعين. احنا اليوم امامنا العاشر قضى نحبه، الامام علي الهادي. شيع الهادي بعز ووقار، شيع الهادي، شيع. ضجت سامراء باهل هذا اليوم. شلون نقرا هذا اليوم؟ والله صعب القراءة هذا اليوم، واحنا في بيت الامام وفي حرم. شيع الهادي بعز ووقار، شو تريد تقول يا شاعر؟ شيع الهادي بعز ووقار، حر قلبي لحسين في القفار،
حر قلبي لحسين في القفايا، رأسه فوق القنا راح يدار، رأسه فوق القنا راح يدار، فانهضوا يا آل فهر للذحول، فانهضوا يا آل فهر للذحول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بيوم شهادة إمامنا الهادي عليه السلام المحاضرة كون تناسب المقام في الواقع، مثل ما قلنا البارحة لكل مقام مقال، يوم شهادة المحاضرة يجب أن ترتبط بالإمام الهادي عليه السلام وبالمناسبة في الواقع. أيها الأحبة، البارحة قلت كلمة الليلة أريد أكمل الكلام فيها، ونذكر إمامنا الهادي ونروح إلى مصرع الإمام الهادي عليه السلام. إحنا اليوم في عزاء. البارحة قلت بخدمة الأحبة أنه تعلقنا بأهل هذا البيت، حبنا لأهل هذا البيت، مودتنا لأهل هذا البيت مرتبطة بالله تعالى، حبنا إله. ولهذا أتباع آل البيت قدموا ما قدموا من أجل هاي المودة، وما تركوها في يوم من الأيام، ولا يتركوها إن شاء الله تعالى، متمسكون بأهل هذا البيت وبولائهم لهذا البيت، لأهل هذا البيت وإن كلفهم ما كلفهم في الواقع. وبينت أن حبنا لأهل هذا البيت مرتبط بإبراهيم الخليل، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لذرية إسماعيل، وأئمتهم ذرية إسماعيل كما تعلمون، أئمتهم ذرية إسماعيل، نبينا وأئمتنا هم ذرية إسماعيل. طبعا أئمتنا مو فقط ذرية، مو فقط دعوة إبراهيم المستجابة مثل ما بينت البارحة للزوار اللي كانوا موجودين، أئمتنا أيضا هم دعوة محمد المستجابة. شوفوا أحبابي، وإحنا اليوم شهادة الإمام الهادي، وأنتوا جايين بعضكم جاي من محافظات بعيدة، هذا الكلام مو عاطفي اللي قاعد أقوله، ولا كلام خطابي واحد يأخذ الواهس على المنبر ويخطب فيقوم يحكي مبالغات، ولا كلام شاعري، هذا كلام قرآني اللي قاعد أقوله. يعني كل كلمة أقولها أجيب لها آية من القرآن الكريم، والكلام لما يكون من القرآن الكريم يكون كلام حقيقي، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، الله يعبر عن القرآن الكريم، كل شيء من القرآن حق وحقيقي. بس التفتوا لي الله يعزكم، أئمتنا مو فقط دعوة إبراهيم المستجابة اللي بيناها البارحة، أئمتنا دعوة سيد إبراهيم المستجابة، وسيد إبراهيم وسيد الخلائق أجمعين هو رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما يختلف عليه اثنين، اثنان ما يختلفون على هاي الحقيقة، أن سيد الخلق هو رسول الله. أئمتنا دعوة سيد الخلق المستجابة، مو فقط إبراهيم. شلون؟ أنا أبين لك. القرآن الكريم يتكلم عن لسان نبينا، حكى عن لسان نبينا صلى الله عليه وآله سيد الخلق، وقل ربي أدخلني، يعني الله إيش يقول للنبينا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج، بعد واجعل لي، شوف شلون إبراهيم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي، شلون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مثل ما بينا البارحة. هنا الآية هش تقول، أدخلني مدخل صدق أخرجني واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. شوفوا روايات الواردة في كتبنا والروايات الواردة في كتب غيرنا، أنه جعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، نبينا قال استجاب الله دعائي وجعل لي سلطان نصير. قيل له يا رسول الله من هو سلطانك النصير؟ قال علي بن أبي طالب. السلطان النصير اللي رب العالمين جعله لي وهو ناصر لي وظهير لي هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. وهاي معارك النبي كلها معارك النبي، منو كان سلطان النبي النصير؟
يا علي ذدها عني. كان لما تجي الكتيبة لرسول الله يصيح يا علي ذدها عني، حتى نزل جبرائيل بين السماء والأرض يقول لا فتاة لا سيف، مو هالشكل يولا، هذا في كتب المسلمين كلهم. أمير المؤمنين دعوة النبي واجعل لي من لدنك سلطانا. علي بن أبي طالب مو فقط دعوة إبراهيم، دعوة نبينا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هم دعوة إبراهيم هم دعوة نبينا. وأئمتنا أولاد علي بن أبي طالب، أئمتنا أولاد دعوة إبراهيم، وأئمتنا أولاد دعوة سيد الخلق صلى الله عليه وآله. تعلقنا بهؤلاء ما جاي من فراغ، أنتوا أتباع آل البيت، هاي الحقائق القرآنية كونوا تعرفوها حتى عقيدتنا تصير قوية. أنا قارئ بالرواية الشريفة، أمتنا يقولون من تعلم أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتنة. أمتنا يقولون اللي يتعلم أمرنا من القرآن ما يوقع بفتنة بيوم من الأيام، ما يضل، ما ينحرف، يكون ثابت قوي، لأن ماخذ حقنا من القرآن الكريم. والقرآن الكريم إنه لقول فصل، القرآن فصل. ولهذا أبين هاي الحقائق من القرآن الكريم حتى عقيدة المحب لآل البيت تكون قوية، أقوى من الجبل. إذا الجبل يزول عقيدة الموالي العلي الهادي مزول. إحنا شنو تعلمنا من عمار بن ياسر؟ إحنا هم أقول لكم حكاية مهمة، أنتوا زوار، أنا وياكم نريد نتعلم، أنا هم أتعلم، كل إحنا متعلم على سبيل نجاة كما يقول علي عليه السلام. كنا نتعلم، أنا أتعلم وأنتوا تعلمون، نتعلم من القرآن وأهل البيت عليهم السلام. القرآن الكريم يقول لكم أسوة مو فقط في إبراهيم، إبراهيم والذين معه، أهل الإيمان مع إبراهيم. القرآن الكريم يقول لكم شنو؟ أسوة بيهم. سؤال، هم الذين آمنوا كانوا فقط مع إبراهيم؟ يو أكو يا نبينا كانوا، ويا نبينا ويا إمامنا أمير المؤمنين ويا إمامنا الحسن ويا إمامنا الحسين لا أعلم أصحاب الأبر وأوفى، ويا إمامنا الهادي كان أكو الذين آمنوا الذين معه يعني، ويا إمامنا الهادي هم لنا فيهم أسوة. البارحة ذكرنا عبد العظيم الحسني واحد منهم، الفضل ابن شاذان من أصحاب إمامنا الهادي واحد منهم، الفضل ابن شاذان، أبو هاشم الجعفري واحد منهم من أصحاب إمامنا الهادي عليه السلام لنا فيه أسوة، وغيرهم من أصحاب إمامنا الهادي اللي هم على الصراط المستقيم اللي لنا فيهم أسوة نتعلم منهم. واحد من الذين لنا فيهم أسوة وهو مع رسول الله ومع أمير المؤمنين أبو اليقظان عمار ابن ياسر صاحب العقيدة الثابتة، باوعلي العقيدة الثابتة. عمار بن ياسر بالجمل يقول للأمير المؤمنين لو ضربونا حتى أوصلونا سعفات هجر لعلمت أننا على الحق وأنهم على الباطل. شوف شنو من عقيدة، لو يضربونا بحيث يوصلوا سعفات إحنا على الحق يا أمير المؤمنين. النبي قال علي مع الحق والحق مع علي، لو سلك الناس واديا وسلك علي وحده فاسلك اللي سلكه علي بن أبي طالب، حتى لو علي بن أبي طالب وحده امشي برا علي. يعني العقل الجمعي بالباطل لا ياخذك، سياسة القطيع كما يعبرون الآن عنها بالباطل لا تاخذك، امشي برا الحق، حتى وإن كان أنصار الحق لا امشي برا الحق، امشي برا الحق. أئمتنا تعلقنا بيهم ما جاي من فراغ، ما جاي من فراغ، دول دعوة إبراهيم، دول دعوة سيد الخلق صلى الله عليه وآله. زين هو إبراهيم بس قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم؟ لا، إبراهيم عنده عدة دعوات، الذرية من إسماعيل عدة دعوات. مثلا واحدة من دعوات إبراهيم المستجابة اللي إمامنا العاشر في زيارة الجامعة يعبر عن أهل البيت والدعوة المستجابة، واحدة من هذه الدعوات الإبراهيمية المستجابة استجيبت بأئمتنا عليهم السلام من ذرية إبراهيم عن طريق إسماعيل، رب اجعلني مقيم الصلاة. هاي من القائل؟ من الداعي؟ إبراهيم. منو كانوا يا لما كان يدعو؟ إسماعيل، لأن هو إبراهيم كان يدعو أثناء بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، شوفوا
فهو لما يدعي ذريته اللي كانوا يا اسماعيل، فالنبي قال باوعلي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وذريته اللي كان يبني ويا البيت منه اسماعيل، ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ذريته واحد منهم، لا لا، امامنا الهادي عليه السلام، ذرية اسماعيل واحد من امامنا الهادي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ذولا ائمتنا في بيوت اذن الله ان ترفع، هاي الايات تشملهم في سورة النور. بعدين الايات تقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كمل للآية، وإقام الصلاة، ها، لا التجارة تلهيهم عن إقامة الصلاة ولا البيع يلهيهم عن إقامة الصلاة. ذولا دعوة إبراهيم المستجابة، رب اجعلني مقيم الصلاة، كملوا، ومن ذريتي. ولهذا القرآن لما يذكر يقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ننزورهم الحسين إمامنا الهادي، بقية الأئمة المعصومين، يقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة. أنت دعوة إبراهيم أبا عبد الله، أنت دعوة إبراهيم علي الهادي الحسن العسكري، هاي واحدة من دعوات إبراهيم المستجابة بأئمتنا. تعلقنا بهم، مودتنا إلهم، ولايتنا إلهم جاية من هذا العمق القرآني، ما جاية من فراغ. هسه تقول لي بس ذني الدعوتية، لا، أعطيك دعوة ثالثة إبراهيمية مستجابة بأئمتنا عليه السلام، واحد منهم الهادي، إمامنا الهادي صاحب المصيبة اليوم. الأحبة عافوني لو وياي، ها وياي، ومن ذريتنا أمة مسلمة. ومن شنو؟ ذريتنا، هو يدعو عن منو منو؟ عن نفسه وعن منو؟ عن إسماعيل لويا وذريته من إسماعيل، يقول له إلهي ارزقني من ذريتي من خلال إسماعيل أمة مسلمة. أمة مسلمة يعني ما عبدت صنما في يوم من الأيام، ما أشركت بالله، لا الشرك الأكبر اللي يخرج الإنسان من الإسلام، ولا الشرك الأصغر شرك الذنوب اللي يخلي الإنسان إذا استمر عليه من دون توبة فاسق، لهاي ولا ذيك. من ذريتنا أمة مسلمة ما ارتكبت ذنبا ولا ترتكب ذنبا، معصومة مسلمة، ما كفرت ولا أشركت في يوم من الأيام، ما سجدت لغيرك ولا تسجد لغيرك. سؤال، هذا الدعاء استجيب يوم استجيب، ها يا هو من أهل هذا البيت، حاشاهم من أشرك بالله تعالى، حاشاهم. منو؟ منو؟ مو فقط بزمن الإسلام، حتى بزمن الجاهلية، حتى بزمن الجاهلية، أبو طالب صديق، عبد المطلب من أوصياء الأنبياء، عبد الله أبو النبي كذلك، وهكذا إلى إسماعيل. القرآن الكريم يعبر تقلبك في الساجدين، يعبر عن نبينا صلى الله عليه وآله، أنت تقلبت من ساجد لله إلى ساجد لله، هذا اللي نعبر عنه القرآن، هيك يعبر عنه زياراتنا الشريفة، تعبر عنه أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب إلى إسماعيل إلى إبراهيم في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، رحم سمانة المغربية الطاهرة، سمانة المغربية أم إمامنا الهادي عليه السلام، هذا رحم من هذه الأرحام الطاهرة وصلب الجواد الطاهر. أصلاب شامخة وأرحام مطهرة، هاي دعوة من دعوات إبراهيم، من ذريتنا أمة مسلمة. تعلقنا بأهل هذا البيت، هذا عمق القرآن، خلوها ببالكم هذا الأمر، خلوه ببالكم، لأن أنتم أتباع آل البيت،
تكون تعرفون أهمية أئمتكم من القرآن الكريم، وهذا عمق أئمتكم في القرآن الكريم. سورة البقرة آية 124، سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي إبراهيم. الإمام أريد ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. غير الظالم ينال الإمامة، غير الظالم يعني المعصوم ينال الإمامة. من ذريتك، هنا إبراهيم طلب الإمامة لذريته وأعطي واستجيب دعاء. هاي هم دعوة من دعوات إبراهيم المستجابة لذريته عن طريق إسماعيل. شوفوا لحد الآن كم دعوة صار؟ 5، ها تقريبا 5 دعوات، كلها من القرآن ومو من القرآن، كلها من القرآن الكريم، وكلها تنطبق على أهل هذا البيت، ذرية إبراهيم عن طريق إسماعيل اللي دعالهم جدهم إبراهيم عليه السلام. هذا عمق تعلقنا بأهل البيت عليه السلام. موضوع ما جاي من فراغ، مو اعتباطا. وطبعا هاي ولايتنا إلهم، مودتنا إلهم، محبتنا إلهم، تعلقنا بيهم، تمسكنا بيهم. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، في كتب كل المسلمين لن تضلوا. الهداية بيهم، تمسك بيهم بالقرآن وأهل البيت، الهداية تمسك بيهم. هذا هم يرجع نفع كل إنا خير وبركاته ترجع إنا. حتى إمامنا الهادي صاحب المناسبة في زيارة الجامعة يقول: فجعل كذا صلاتنا عليكم كذا، بعدين يقول: تطهيرا لأنفسنا وكفارة لذنوبنا. صحيح ولا؟ كفارة لذنوبنا، تطهيرا لأنفسنا، تزكية لنا، تزكية لنا. فبالنتيجة هذا هم نفعه وفوائده كلها ترجع شنو؟ أن وهنا أنا أستذكر قصة حلوة مرتبطة بالإمام الهادي، أقولها لزوار الإمام الهادي سلام الله عليه، حتى نروح بعد المصرع الإمام الهادي ونخلي لنا في وقت مناسب لمصرع الإمام الهادي حتى نقرأ براحتنا. اليوم يوم مصاب، احنا اليوم مفجوعين، ترى احنا اليوم مفجوعون بإمامنا الهادي عليه السلام. والله العظيم اليوم يوم فاجعة، اليوم اليوم اكو صيحة بهذا البيت، اكو صرخ. بس هاي القصة أشوف دموعكم جاهزة يعني وقلوبكم متألمة يعني. بس هالقصة أقولها والروح دمعة، الله يرزقنا على إمامنا الهادي، دمعة حارة من القلب على إمامنا الهادي. أكو شخص كان في إصفهان اسمه عبد الرحمن، أقول هاي كل خيرة إن إحنا نستفيد منها، هذا النور كله يرجع إن، والاستفادة إن، والبركة إن ترجع. ولايتهم خير الدنيا والآخرة. شخص بأصفهان اسمه عبد الرحمن، وهاي المدينة أيام زمان ما كانت يعني موالية لأهل البيت سابقا أقصد. المهم فهذا هو تقريبا من القلائل في هاي المدينة من أتباع آل البيت، فمتعجبين هذا جابك انت على هذا البيت، احنا ما فينا من ينتمي لأهل هذا البيت، انت ليش وحدك بيناتنا من أهل هذا البيت؟ قالهم انا اسولف لكم سالفة وتعرفون انا ليش تعلقت بأهل هذا البيت وحبيتهم وتمسكت بيهم واتبعتهم، اسولف لكم شي صار وياي. قالهم انا كان اموال ما عندي، الدنيا سادة ابوابها بوجهي، وين ما اروح ما تمشي الامور، كل ما أشتغل تجارة أخسر، أولادهم ما عندي ساعدوني، فلوسهم ما عندي، ضاقت الدنيا بوجهي، شنو أسوي؟ ذاك الوقت كانت الخلافة بسامراء، فتوجهت إلى سامراء. اجيت السامراء حتى أتظلم يم خليفة المسلمين، أقول له أنا ما عندي، أنا كذا، قلت له يعطيني فشية رتب بي أموري. وصلت السامرة وعلى باب قصر الخليفة العباسي، باوعني
قلهم وأنا كان أبغض الناس إلى قلبي أهل هذا البيت اللي اتبعتهم الآن، ذولا كانوا أبغض الناس إلى قلبي، ما أحبهم ما أحب. لما وصلت على باب قصر الخليفة العباسي شفت الناس مجتمعة ومتجمهرة وأكو حركة مو طبيعية على باب القصر، شيء مو طبيعي. يا بخير شكو؟ قالوا هذا إمام الرافضة علي الهادي داس عليه المتوكل، وكون يجي يدخل على المتوكل، وهاي الناس توقف تنظر إلى جمال علي الهادي وهيبة علي الهادي. شلون ناس تباوع، قسم يخافون على الإمام الهادي ينتظرون من يطلع سالم، قسم يحبون يشوفوه، قسم يردون دعاء يخافون يلتقون به، فيستغلون الفرصة من يجي القصر المتوكل يحاتشوه باعتبار المتوكل داز عليه، وهكذا. فالناس متجمهرة لهالسبب هذا، وقسم هم جايين عندهم مشاكل، قسم عندهم حوائج، قسم إلى آخره. يقول أنا بقلبي قلت يا سبحان الله، هسه أنا جيت اليوم صادرت ويا جيت علي الهادي ويدخل على المتوكل، وعرفت شلون. المهم يقول وقفت ويا الناس أنتظر إجا علي الهادي. يقول أنا ما شايفه، أنا بس سامع بأهل هذا البيت وأهل هذا البيت وشيعة وعدهم إمام وهذا إمامهم اسمه فلان، ما شايف أنا منو علي الهادي شنو علي الهادي. إجا علي الهادي يقول اقترب مني وهو يريد يدخل إلى قصر المتوكل. يقول لما شفت جماله وهيبته وقاره وسكينته وعمامته وعبايته دم رسول الله ولحم رسول الله وعمامة رسول الله وعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وهدي رسول الله وعلم رسول الله، يقولهم حقيقة دخل القلبي علي الهادي. فقلت حرمات مثل هالجمال هذا يؤذي المتوكل يوم فلاني وكذا يتعرض إلى سوء. شنو هالهيبة شنو هالوقار شنو هالجمال شنو هال. فدعيت له بقلبي قلت يا رب سلمه من شر المتوكل، مع أنه ما كان يحبه الإمام الهادي، ما كان يحبه، بس بعد جمال الإمام اقتحم قلبه، اقتحم داخله، أخذ مجامع قلبه. هذا اللي راد بالبداية قبل شمر راد يذبح الحسين شنو قال؟ قال شغلني نور وجهه عن النظر بقتله، شغلني نور وجهه، أهل هيبة وجمال. المهم يقول دعيت له بقلبي، أنا مو من أتباعه ولا من أشياعه، بس هيبته أخذت قلبي، دعيت له قلت هذا حرمات يتعرض لسوء سلمه يا رب. يقول ما إن أكمل دعوتي له في قلبي نظر إلي علي الهادي وهو مر بصفي، قال لي يا عبد الرحمن وين يعرفني هذا؟ أنا أول مرة أجي من هاي المدينة، شو جاب علي هذا؟ قال لي يا عبد الرحمن لقد استجاب الله دعائك. وكثر مالك، أنت جاي على فلوس ارجع لمدينتك الله راح يرزقك، ما يحتاج بديدك المتوكل. أنا أنت ما دام دعيت لي الله جل وعلا بارك لك. أقول ولايتنا إلهم محبتنا إلهم مودتنا إلهم خيرها يرجع لنا، سعادة الدنيا وآخرة نحصل ببركاتهم عليهم السلام. تشلون؟ قال لي ارجع لا تمد ايدك للمتوكل، الله يكثر مالك ويرزقك إن شاء الله الأولاد وارجع. يقول أنا هم أخذت حشايته ورجعت. يقولهم أنا الآن أغلق بابي على 1000 درهم مثلا وعلى 10 من الأولاد.
وكل هذا لأن أنا دعيت العلي الهادي وعلي الهادي دعالي، فأنا صرت من شيعة علي الهادي عليه السلام. تلوموني؟ قال له لم ألومك. قال لهم خلص اتركوني وشأني، أنا من شيعة علي الهادي سلام الله عليه. نور وبركة وخير وعلم وتقوى وورع وكل خير. إن ذكر الخير، هو الإمام الهادي يقول إن ذكر الخير كنتم أوله وآخره، أصله فرعه معدنه مبداه منتهاه. هو إمامنا الهادي يقول عليه السلام في زيارة الجامعة الكبيرة: سادتي لا فرق الله بيننا وبينكم، الله يجعلنا معكم في الدنيا والآخرة بجاهكم عند الله. الله يرحم سيد عبد الحسين الشرع، يقولوا ما بقت عندي وسيلة ولا أمل. ها هاي وين؟ بعرصات القيامة. يقول ما بقت عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العالم. حاش لن يعوفني بذاك المحل ونوخ بوادي حمائه رجابي. بعد سيد عبد الحسين يقول وصد للمحشر وعايل للحسين، موت بينادي شفيع المذنبين لشيعته اغفر يا إلهي العالم. بجاه دم المنة صار خضابي. اليوم اكو واعية ببيت الامام الهادي، اكو صرخة ببيت الامام الهادي. اليوم اكو حنة وأن ببيت الامام الهادي. اليوم اهل سامر سمعوا من هذا البيت وعليا. اليوم اهل سامر سمعوا الصيحة من هذا البيت وغريبة. اليوم اهل سامر سمعوا الصرخة من هذا البيت ومسمومة. البعض يقول المعتمد العباسي، البعض يقول المعتز العباسي، دسوا لإمامنا الهادي سماً قاتلاً. وحسب ما قرأت في المصادر بقي الإمام يجود بنفسه لمدة طويلة، يعني مو ساعة وساعتين، أيام بقى إمامنا الهادي يجود بنفسه من حرارة السم. غريب بعيد عن مدينة جدي رسول الله، إمامنا الهادي ابن المدينة المنورة ابن يثرب. نانا كان غريب إمامنا الهادي، مظلوم إمامنا الهادي، قضى نحبه غريبا كآبائه وأجداده الطاهرين. تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شددوهم بين مأزور ومقهور ومنحور بسيف عنادي. هذا بسامرة، هذا بسامرة. اقرأ وياي يا شيعي. يعني معقولة اليوم العلويات يصيحن بهذا البيت والتمصيح ويا العلويات؟ الليلة اكو صيحة بهذا البيت، الليلة اليوم اكو صيحة بهذا البيت. هذا بسامرة صيح، هذا بسامرة. والله عيدها وياي. هذا بسامرة، هذا بسامرة. يا طير الحزن خذني لعلي الهادي، أفديه بهلي وبروحي وأولادي علي الهادي. هذا بسامرة وذاك بكربلاء، وبطوس ذاك وذاك في بغداد. قضى إمامنا نحبه غريبا مظلوما، أوصى وصايا أهل ولده الحسن العسكري، عهد إلى الإمام عهده
وقضى نحبه غريبا مظلوما. سمع إمامنا المهدي وهو المعزى وإحنا ضيوفه وبيته، رحم الله من نادى وعليا، رحم الله من نادى ومسموما. يا شيعة علي الهادي قضب سم الغدر، وقلب كل شيعة غدا لأجله جمر. لا كانت شيعة بهيبة وكل قدر، وحفرة والجسم الإمام أحسن قبر. يا بقبور بس ابو اليم ابو قبل يا ستور. شلون مجلس شلون دمعة مرحومة هالعبرات. يا بس ابو اليم ابو قبل يا ستور، وزينب الحرة خذوها لليزور. إمامنا العسكري غزل والد الإمام الهادي، كفن والد الإمام الهادي، خلى والد على السرير، شال نعش الإمام الهادي. الناس واقفة على باب بيت الإمام تنتظر خروج النعش حتى تشيعة. سامر كلها خرجت لتشيع الإمام الهادي. خير الإمام كان عام الجميع بهاي المدينة، ما خلى بيت من بيوت هاي المدينة من فضل الإمام علي الهادي وكرم الإمام الهادي. ولهذا كلها طلعت تصيح وعليا. قلبك متأذي ولا حاجيني؟ كلها واقفة تنتظر بيت باب الإمام ينفتح، باب الإمام ينفتح. بعد قليل انفتح الباب، طلعت جنازة الإمام. الإمام العسكري على يمين الجنازة ثوبه مشقوق على والده، إعمامه ملابس حاسر مشقوق الجيب على والده. الناس لما شافت المنظر كلها بكت على الهادي والحسن العسكري. هاي وحدة من جوار بيت الإمام، من شافت الإمام الهادي راح والحسن العسكري شاك ثوبه وذاب بعمامته. فقدت هذه المسكينة، فقدت، طلعت منها من البيت تصيح ما صنعت بنا يا يوم الاثنين. طلعت تصيح وعليا وإماما. الإمام الحسن العسكري وهو بهاي الحالة على والده سمعها، قالوا هاي جارية، قالوا لا إيه هاي فاقدة يا ابن رسول الله. طلعت الصيح، قالهم رجعوها رجعوها، ما يسمع صوتها رجعوها. قالوا لها هاي مو علوية جارية يعني، قالهم رجعوها عايشة ببيتنا رجعوها. خد ترجع للبيت، خد ترجع، ها خد ترجع سيدي يا حسن العسكري. طلعت لكم عمه يوم عاشوراء شابك العشرة على راسه تصيح حسين احرقوا خيامنا اخويا ابو علي. تدري ايش قالت له للحسين؟ ها ايش قالت له للحسين؟ قالت له يا عزيز النبي الهادي من الخيام مذعورة جيتك، يا عزيز امي الزهرة حرقة وخيمنا ولفيتك. انا ماي ما ظل انا بعيني بدمع عيني شاسقيتك، بالمهد جبريل هزك بالدمى مخضب لقيتك. انتو عرب اسمعوا هاي الحكاية،
ما أريدك تطلع بلا دمعة، أنت زاير جاي لعلي الهادي، أريد قلبك يحترق دمعتك تنزل على الإمام الهادي. أكو لوحة اليوم بهذا البيت، أكو صيحة اليوم بهذا البيت، أريد دمعتك تطلع، ما أريدك بلا دمعة تقوم من المجلس. عيوني أنت اسمع، هذا البيت عليك الحسين، هذا العربي الأصيل، هاي ثقافته، من يسمع حكي حكي يموت ألم. إيش قالت للحسين زينب؟ خويا هاي عد العرب عادة وأنا على العادة اعتنيتك. شنو العادة أبا عبد الله؟ خويا هاي عد العرب عادة وأنا على العادة اعتنيتك. شنو؟ الجار لو ينهضم جاره بالعجل قال لا نجيتك. يا بالجار لو ينهضم جاره بالعجل قال لا نجيتك. ابو علي لا تحسبوني اخذكم حرمه مهضومه ونخيل، باكر يحمل ضعنكم جيت نجدك، شنه رايك شنه نيتك؟ تقول رجعوها الجارية. استمر تشيع الإمام الهادي وجابوا الإمام وصلى عليه الإمام الحسن العسكري ودفنوا إمامنا. يا ويل يعني دفنوا ببيتها. الشاعر يقول الحسن شال ابوه قلبه مالوم ويصيح بصوت يا ابويا يا مظلوم، يا ابا يا مظلوم، اريد احرق قلبك بعد واختم. يا مظلوم يا رحمة الباري وباب العلوم يا ابويا. ايش قال للحسن العسكري؟ قال له يا رحمة الباري وباب العلوم يا أبويا. بويا باب العلوم باب العلوم يا واسف عليك تروح مسموم بويا. بويا يا واسف عليك تموت مسموم. بويا يا علي الهادي، لكن شلناك فوق الروس هاليوم بويا، هاليوم مو مثل البقع عارب الهدوم. يا اخي قلت لك اريد احرق قلبك، اريد منك دمعة يوم شهادة الهادي، ما يصير دمعتك ما تنزل وتبي صاحب الزمان. يا بمو مثل البقع عارب الهدوم، يا حسين يا عملة القوم، يا عمة الأبجي الهدموم. بيت الدعاء، وأسألكم الدعاء. سيدي يا حسن العسكري تفنت علي الهادي؟ نعم تفنت بنفس اليوم. نعم نفس اليوم تفنت، اتفنت بكفنه. نعم غسلته وكفنته وصليت عليه وشيعته ودفنته. ها هذا امامنا العسكري لما نسأله. اما امامنا زين العابدين لما نسأله، امامنا زين العابدين هم دفن ابوه. امامنا السجاد هم دفن ابوه، بس شلون دفن؟ احنا هسه شلون سألنا الإمام العسكري وجاوب؟ إمامنا زين العابدين من دفن أبي ورجع للكوفة عليه التم للنسوان، شي تبكي وشي تعد، هاي على الأخ وتنشد، ديك على الولد تنشد، هو بينهن واقف، الكل وحدة جواب يرد. رباب تصيح خبرني عن ابني اللي بالسهم مفطوم، قالها على صدر أبوه. ليلة قالت له وليدي، قالها يمرج لين أبوه. رملة قالت له وليدي، قالها ويلها شمين. فلانة فلانة أم كلثوم قالت للعباس، قالها على العلقمي. كذا كذا كذا، سكتن النسوان كلهن، بقت وحدة ما سألت، بس وحدة بقت. باوعت للنسوان قالت لهن خلصتن الأسئلة؟ خلصنا. قالت يعني أسأل؟
سئلي. قلت لعم يا علي السجاد عندي وياك بس نجدة، والله عم بس نجدة بس نجدة يا عم. عادة الميت يصير علي يا التروب خد تكسر القلب يا أبا عبد الله، تكسر القلب يا أبا عبد الله، بكل شيء تكسر القلب يا أبا عبد الله. يا عم عادة الميت يصير على التروب خد، يا عم شلون دفنت أخويا حزين وهو وراه وندفنت أخو يا حسين وهو راح.